My book of English, middle school, year one. Page 39. To introduce myself, I use a simple present. لتقديم نفسي أستخدم الحاضر البسيط. Example: My name is Rania. My name's Rania. اسمي رانيا، أنا رانيا. Example: I am رفيق. I am رفيق. أنا رفيق، اسمي رفيق. إذا عندنا الخلاصة: I am، my name is. عندنا الـ E والـ E، دو فويال، عندما يلتقيان يكونان لاباستروف. I live in Batna. أنا أعيش في باتنا. I use the personal pronoun I to introduce myself. أستخدم الضمير الشخصي أنا لأقدم نفسي. Example: I am Akram. مثال: أنا أكرم. I use the possessive adjective my to introduce myself. Myself. أستخدم صفة الملكية لي لتقديم نفسي. Example: My name is Huda. مثال: اسمي هدى. إذا لحد الآن شرحنا حتى هنايا، تكلمنا حتى هنايا. My name is هدى. My name is هدى حتى هنايا. هذه كل استخدمنا، هذه كل شرحنا. My name is هدى. أنا واصلين حتى لهنا. نزيد نواصل قراءة هذه الجمل وترجمة هذه الجمل إلى العربية وترجمة هذه الجمل إلى الـ EPA. الـ EPA International Phonetic Alphabet. الفونيتيك تاعها. نواصل، أنا واصلين حتى لهنا. My name is هدى. نواصل درك هنايا. الخلاصة: To introduce myself, I use the simple present, the personal pronoun I, the possessive adjective my. نواصل الترجمة. الجملة هي هذه، ترجمتها بالفونيتيك. To ask about the name of a person, I use what? للسؤال عن اسم شخص أستخدم ما. Example: What is your name? What is your name? ما اسمك؟ الجملة اللي بعدها مكتوبة بالإنجليزية، نكتبها بالفونيتيك. To start a sentence, I use a capital letter. لبدء الجملة أستخدم حرفا كبيرا. نعرفها في الفرنسية، بداية الجملة في الفرنسية بحرف كبير بالماجسكيل.
الماجسكيل هو كابيتول لتر بالفرنسية، ماجسكيل بالإنجليزية كابيتول لتر، ماجسكيل كابيتول لتر. example I am a pupil، مثال أنا تلميذ. لاحظ الجملة هنا بدأت بالماجسكيل I الماجسكيل لأنها جملة تبدأ بحرف كبير بداية الجملة. I use a capital letter for a proper noun، town، country. مثل الفرنسية أستخدم حرفا كبيرا الماجسكيل لاسم البلد أو بلدة أو الأسماء النكرة مثل الفرنسية. example مارغريت رازان الجيرز الجيريا. مثال مارغريت اسم انسان يبدا بالماجسكيل، رازان اسم انسان يبدا بالماجسكيل، جزائر ولا جزائريه. الجزائر هناك الجزائر ولايه الجزائر وهناك دوله الجزائر. الجيرز is the capital and largest city of Algeria. الجزائر هي عاصمة الجزائر وأكبر مدنها. نفس القاعدة في الفرنسية، ماذا أرادوا أن يقولوا؟ أرادوا أن يقولوا لبداية الجملة أبدأ بالماجسكيل، نعرفها في الفرنسي، والماجسكيل لأسماء البلدان. ما هو الجديد هنا؟ الجديد أنك تعرف المعلومات بالفرنسية تعرفها بالإنجليزية. مثلا مش كنت تعرفتها، كنت تعرف الماجسكيل، الماجسكيل بالفرنسية، وش يقولوا له بالإنجليزية؟ يقولوا له كابيتال لتر. إذا القاعدة هي نفسها، الشيء الجديد هو أنك تنطقها نفس المعلومات بلغة أخرى. une phrase commence toujours avec une majuscule et termine en point avec un point. بالإنجليزية to start a sentence I use a capital letter. إذن رانا واصلين حتى لهنايا. I use a capital letter example. ورانا واصلين. I use capital letter example. أنا واصل حتى لهنا لكم. أنا واصل حتى لهنا. نزيد بنفس الطريقة مع الجمل السابقة. بقات لنا واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. مازال نستسطر. نفس الكلام الذي قلناه في الفرنسية والعربية. الجملة بالإنجليزية To finish a sentence I use a full stop. لإنهاء جملة أستخدم النقطة للتوقف الكامل. example I love my country. أنا أحب بلدي أو أحب بلدي. I use an exclamation mark to show emotion or surprise. exclamation mark exclamation mark عود معايا exclamation exclamation عود exclamation exclamation mark. أستخدم علامة التعجب لإظهار العاطفة والمفاجأة. example hello hi welcome مرحبا أهلا تفضل. to ask a question I use a question mark question mark. لطرح السؤال أستخدم علامة الاستفهام. example What is your name? ما اسمك؟ ونختم بهذه الخلاصة. Full stop, comma, apostrophe, slash, question mark, exclamation. Exclamation. بهذه الطريقة انتهينا من الصفحة هذه.